حكم الإسلام. لقد وهب فدانا من أرضه الخاصة لبناء مسجد، ولم يتمكن حتى الآن من بنائه بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ويسأل: هل يدفع ثمن الفدان لإكمال بناء مسجد بجواره على بعد 500 متر، أم يصبر على نيته الأولى حتى يتمكن من بناء المسجد الذي تبرع به في أرضه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا كمفحص قضاه لبيتها بنى الله له بيتا في الجنة. كما روى الجماعة إلى البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأقول لأخي صاحب هذه الرسالة: جزاك الله خيرا وبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك، وستجد ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى. قطعة الأرض التي حددتها لإقامة المسجد عليها صارت وقفا، ومن أحكام الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما تظل منفعته مقصورة على الجهة الخيرية التي حددتها، وهي إقامة مسجد تقام فيه شعائر الإسلام حتى ولو طالت الإجراءات لبعض الوقت. فالمبلغ المرصود لذلك والقطعة المحددة لإقامة المسجد يظلان موقوفين على هذا المشروع الخيري ما دام الأمل معقودا على تحقيق هذا المشروع. إذا صدر قرار نهائي بعدم إقامة هذا المشروع في المكان السابق، في هذه الحالة فقط يتم البحث عن مكان بديل في حدود الملكية الخاصة بحيث ينتفع به في إقامة الشعائر. فإن لم يتيسر ذلك فيمكن تحويل ثمن الفدان إلى تكملة المشروع المجاور أو إقامة مشروع آخر، لكن لا يخرج عن دائرة إقامة مسجد تقام فيه الشعائر، لأن النية انعقدت على ذلك من البداية، ونرجو من الله تعالى القبول، وستجدون ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. هذا وبالله التوفيق.